للمزيد حول التفجيرات التي طالت مواقع حساسة في محافظات شتى في إيران، ينضم إلينا عبر الهاتف من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية طارق جاسم. سيد طارق، بداية أهلا بك. تفجيرات طالت عدة مواقع عسكرية ونووية حساسة في إيران، بداية ما مدى تأثير تلك المواقع في خريطة الأمن القومي الإيراني بحسب ما يتوفر لديكم من معلومات؟ تفضل. نعم، شكرا جزيلا على هذه الفرصة. حقيقة وإذا أخذنا بعين الاعتبار سلسلة من التصريحات والتحركات التي حصلت منذ شهر من الآن، عندما قال في تصريح السيد مايك بومبيو بأن النظام الإيراني يخفي شيئا مهما عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويمنع مفتشيها من الوصول إلى مواقع حساسة من ضمنها موقع باشين ونطانس، حتى نستطيع القول ان هنالك ايادي اجنبيه مثل اسرائيل، مثل الولايات المتحده، استطاعت ان تخترق المواقع النوويه الايرانيه وتقوم بهجمات سيبرانيه كسيناريو مطروح على طاوله في تعاملهم مع هذه المنشات والمواقع النوويه، بغيه يعني توجيه رساله حقيقيه لايران باننا نستطيع ان نصل الى ما نريد ونستطيع ان نضربكم حتى في غذائكم وفي تكنولوجيتكم التي هي اساسا يعني ليست على مستوى عالي من التطوير بحيث لا تستطيعوا ان تواجهون بها. بالتالي هذا السيناريو يقوى مع الشيء الذي حصل اليوم. سيد طارق، هذه الجهات التي ترجح أنها قامت بهذه الهجمات، باعتقادكم ما هي الرسالة التي أراد منفذو العمليات إيصالها في ظل محاولات تبرير الحكومة في طهران للتفجيرات وتوصيفها على أنها حرائق عادية وغير مفتعلة؟ أولا ليست عادية، الوصول إلى أكثر منشآت إيران تحصينا مثل موقع باشين الغريب من العاصمة الإيرانية وموقع نطنز الذي لطالما النظام الإيراني أراد أن يخفيه عن المجتمع الدولي بعدما كشفت عنه المعارضة الإيرانية في عام 2002. بالتالي هذه المنشآت والمؤسسات والمواقع النووية حساسة ومهمة جدا بالنسبة للنظام الإيراني، لا يستطيع أي من الجهات التي ذكرتموها في تغييركم الموقع أن تصل إليها، وليس هنالك أي تخريب داخلي وأي هجوم داخلي على هذه المواقع، لأن النظام الإيراني يعول على تلك المنشآت ويحسب لها ألف حساب. بالتالي هذه السيناريو تستطيع أن تقوى بنظرية الهجوم من الخارج، فهنالك مفاعل تموز في 1982 تم غصبها من قبل الإسرائيليين، فنستطيع أن نقوي هذه النظرية أن الإسرائيليين هم الذين قاموا بضرب منشأة باشين ومنشأة نطنز، إما عن طريق الهجوم السيبراني أو إما عن طريق ضربها بواسطة طائرات F-16 وما إلى ذلك، مثل ما صرح السيد أيدي كوهن المستشار الاستراتيجي الإسرائيلي في تغريدته على تويتر. نعم، هناك من يربط بين التفجيرات وتصاعد التوتر بين إيران وأمريكا من ناحية وأوروبا بعد أن تعدت إيران الخطوط الحمراء خلال الأسابيع الأخيرة من ناحية ثانية. إلى أي مدى يمكن ربط التفجيرات وتوتر العلاقات مع الغرب بشكل عام؟ يعني كل الغارات الأممية التي صدرت قبل الاتفاق النووي في 2015 كان مضمونها ومفادها بأن النظام الإيراني هو نظاما متمردا على المجتمع الدولي ولا ينصع إلى إجراءات وإلى غارات الأمم المتحدة ووكالة الطاقة الذرية. عندما حصل 2031 الغراء الأممي الغازي والمؤيد للاتفاق النووي في 2015، بقيت العقوبات في حال ان النظام الايراني يلتزم بالاتفاق النووي. النظام الايراني طور صواريخ ودعم اجنحته ودعم اضرعه الارهابيه في جميع مناطق الشرق الاوسط، تعدى الخطوط الحمراء المتفق عليهم بينه وبين القوه 5+1. بالتالي واليوم النظام الايراني وهو نظاما متمردا على المجتمع الدولي بشكل كامل وتهديدا للامن العالمي، لذلك بدا رويدا رويدا يفقد حتى مناصريه من الاوروبيين من الدول الاوروبيه التي كانت وما زالت الى حد ما مسانده له، لكن النظام الايراني هو الذي اوصلهم وهو الذي جبرهم على ان يكونوا بجانب امريكا وبجانب القوى المعاديه لايران في هذه المرحله.
ما توقعاتك في سؤال الأخير، ما توقعاتك لرد فعل النظام في طهران بعد هذه التفجيرات، لا سيما أن بعض الدراسات أفادت أن إيران ستخفض من حدة التوتر مع الغرب خلال الأشهر القادمة وحتى انتخاب الرئيس الأمريكي؟ بالتأكيد بالتأكيد النظام الإيراني بدأ يشتري الوقت وبدأ يراهن على عامل الوقت وعلى عامل الزمن، لا سيما بعد الإخفاقات التي حصلت في الإدارة الأمريكية لإدارته بعض من الأزمات في أمريكا من ضمنها أزمة كورونا. فالنظام الإيراني يعول كل الرهان على هذه الانتخابات ويتمنى لو أن الديمقراطيين كسبوا هذه الانتخابات حتى يستطيع أن يصل إلى اتفاق جديد مع الولايات المتحدة ويستطيع أن يطول أمد ويطول عمر هذا النظام. من أوسلو كنت معنا عبر الهاتف الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية سيد طارق جاسم، شكرا جزيلا لك.